حياكم الله في فقرة الأخبار في دقيقة، وفيها نستعرضكم ملخص لهم الأخبار في هذا الأسبوع. أبل تعلن رسمياً عن كفرات حماية مع بطارية للآيفون XS والXS Max والXR وتدعم الشحن السريع واللاسلكي. أعلنت سامسونج رسمياً موعد مؤتمر الإعلان عن هاتف الجالكسي S10 في تاريخ 20 فبراير. يوتيوب تحدث سياستها وتمنع أي مقاطع فيها صور مصغرة سيئة أو روابط مشبوهة ومقاطع المقالب والتحديات الخطيرة. بشكل رسمي تقدر تطلع تصريح للطيارة بدون طيار للدرون عن طريق الهيئة العامة للطيران المدني. أبل غيرت 11 مليون بطارية للآيفون في سنة 2018 بسبب تقليل عمر البطارية المتعمد للآيفونات القديمة. فترة تجريبية لطور بلاك أوت في لعبة كول أوف ديوتي بلاك أوبس 4 تبدأ من اليوم وتنتهي في 24 يناير على كل الأجهزة. تحدي العشر سنوات شارك فيه أكثر من 5 مليون على الإنستغرام فقط خلال هذا الأسبوع، وبكذا يعتبر أول ترند عالمي في سنة 2019. وهذه كانت أهم الأخبار لهذا الأسبوع. شكرا للمتابعة، مع السلامة.